الماتش ده صعب وظروفه مختلفة عن ماتش دريمز، بيتكلم على أجواء إفريقية كانت صعبة في مباراة العودة في غانا، وبتتكلم برضو فنيا فريق أقوى من فريق دريمز، فريق نهضة بركان. شايف المباراة إزاي؟ خليني أقول لك، لو بتبص على بطولة الكونفدرالية، هو أول اختبار حقيقي لنهضة بركان وأول اختبار حقيقي فنيا لنادي الزمالك. دريمز احنا حطينا نفسنا في ظروف صعبنا مباراة العودة، لكن واقعيا هي أول مباراة للزمالك حقيقية فيها اللي هو تاف جيم، ماتش بقى اللي هو 50-50، الحاجات دي كلها اللي هي الدنيا متقاربة. وبالنسبة لنهضة بركان محظوظين بشكل كبير طبعا مباراة اتحاد العاصمة، لأن المباراة دي عايز أقول لك كانت ممكن تخلي شكل المنافس الزمالك في النهائي مختلف تماما، لان احنا نوعيه فرقه بتدافع بشكل كويس جدا، وكلنا شفنا ابو سليم الليبي 0-0 المباراه الاولى، 2-2 ثم 3-2 بعد ال 900 دقيقه وقت 17 دقيقه وقت ضايع تمام للاسف. فكان ممكن ظروف كتيره تختلف، وخلي بالك برضو كنت هتقابل، حتى لو هنقابل نهضه بركان كنت هتقابلهم بشكل مختلف بعد مباراتين يلعبوهم طبعا. احنا هم عندهم افضليه انهم ريحوا المباراتين طبعا. هي فيها ميزه، هي فقدتهم عمر العرجون لعيب وحمزه مساوي في اول مباراه، بس حمزه، ودي حاجه من الحاجات الغريبه، ان حمزه المساوي بنسبه كبيره وهيشارك في لقاء العوده ولا في المباراه الاولى؟ في المباراه الاولى يعني، برضو الاعداد ياكد، بس انا المعلومه اللي جات لي ان هو خد الطرد بتاعه انذار في المباراه الاولى بتاعت ابو سليم، فهيتوقف ماتش. فالمباراه الثانيه بتاعت ابو سليم خلاص مفروض موقفها، يرجع على هنا. انا اتمنى ان هو ما يلعبش، لكن انا خلي بالك على جوجل بخش اشيك وبتاع، الاقي ان هو هيغيب هو عمر العرجون، اسمع المعلومات ان هو موجود. اتاكدنا خلي بالك امبارح من المغرب من ناقد رياضي حمزه شتوي، وسالناه في القصه دي، قال لا الاثنين مؤكد غيابهم، عمر عرجون على المباراتين لما نخش وحمزه مساوي. لما نخش في المعمعه بتاعت شرح، لا دي تفرق سما الارض بشكل كبير جدا، لان الجبهه الشمال عندهم جبهه بتعملوها زي الكومبو اللي هو يوسف المهيري وحمزه المساوي. حمزه المساوي ما بيلعبش، عندهم باك ليفت نورمال، لكن الجبهه دي كجماعيا لا، هي الجبهه الاقوى ليهم لو بتتكلم في حمزه المساوي قدامه يوسف المهيري، فانا اتمناه. لكن عامه صعوبه المباراه دي، انت عارف انا حاسس احساس ايه؟ احساس نهائي 2002. ليه؟ كابرال امام الرجاء يعني. كابرال الكوره الحلوه تحول الى انشيلوتي في المغرب. جوميز بيحب يلعب الكوره والاستحواذ وبتاع، مهم جدا جدا يتحول الى معلمه فيريرا. فيريرا الرجل اللي هو بقى ايه، بيلعب بتتكلم تحت الكوره وبيتحول وبيعتمد على التحولات في الوصول لمرمى نهضة بركان او اي منافس. ده خطاب الكاف اللي بيؤكد غياب عمر عرجون. شغل عالي اهو ده. الكاف يعني فريق الاعداد جابه طازه على طول الاعداد. لا ده واحد من الناس ده واحد من الناس اللي هيفرق معاهم جدا في الخروج بالكوره، عمر عرجون. عمر عرجون هو اللعيب. هنتاكد برضه من حته حمزه المساوي. حمزه المساوي حاول نجيب عمر العرجون من اللعيبه، زي ما اجي اقول لك كده احمد، عارف فكره ايه؟ عبد الله السعيد وانت خارج بالكوره عليه، ولما تخرج على اي ديفندر كويس بيستلم وبيسلم، لكن هو عمر العرجون عنده من الثقه وعنده من الخبره ان هو كان لعيب في الرجاء والحاجات دي كلها، فهو لعيب عنده خبرات كبيره جدا، هو شبه عارف طريقه لعب الكانتارا بتاع ليفربول، اللي هو المرن اللي بيعرف فاهم يلف بوسطه بحته ان انا استلم تحت ضغط واسلم والحاجات دي، فدي بتعمل لهم مشكله. فانا وجهه نظري ان هو نهائي متوقع، لان انت من قبل البطوله، عشان اكون دقيق في كلامي، احنا بنتكلم من قبل البطوله زمالك نهضه بركان اتحاد العاصمه صحيح، فهو نهائي متوقع، والافريقي التونسي كان في الحسبه بس طبعا كان طبعا خروجه كان مفاجئ، لكن انا وجهه نظري ان هو نهائي متوقع. نهائي انت بتتكلم ده النهائي ال 16 لنادي الزمالك باذن الله، ان شاء الله نحقق فيه اللقب ال 14 قاريا، وبالنسبه لنهضه بركان هو النهائي الثامن. فريق مؤخرا ابتدى يخش في معمعة افريقيا، لباع مؤخرا في افريقيا،
انت بتتكلم في كونفدراليه مرتين، بتتكلم في سوبر افريقي، بتتكلم كذا مره وصيف، واللي هيصعب من المباراه ان معاهم مدرب بطل مرتين، معين الشعباني. معين الشعباني ولكن خد دوري الابطال مع مرتين مع الترجي بالظبط. فهو خلي بالك في المباريات دي النقطه اللي انا اعتقد ان جوميز هيحمل كتير على احمد مجدي في فكره نقل الخبايا بتاعت ادغال افريقيا. يعني معين شعباني ممكن يبقى عنده النو هاو بتاع افريقيا، تفاصيل افريقيا، جوميز لسه سنه اولى افريقيا، لكن جوميز من المدربين اللي بيذاكر الماتش كويس جدا، ودايما تدخلاته في الشوط الثاني بتبقى جيده، بيقرا كويس سريعا وبيعرف يتدخل بشكل كبير. ممكن مباراه الاهلي الناس كانت تقول لك عبد الله بحمدي بناصر خرجوا سنه بدري، وخلي بالك انت حتى الجونه المباراه اللي الزمالك خسرها انت في ثواني رحت جايب تعادل في هدف. المشكله بعد كده كانت فكره المساحات اللي اتسابت. المساحات دي ما ينفعش تبقى قدام نهضه بركان. انا اللي انا عايز اقوله لك ان باذن الله انا طبيعتي شخص متفائل وواثق مليون في المية ان الفريق واللعيبة الرجالة مش محتاجين اي دعم معنوي، لان هم فاهمين اهمية المباراة دي لجمهور نادي الزمالك وليهم وللنادي. قصة كلها ان انت لازم تلعب المباراة دي بذكاء، لازم تلعبها بذكاء. حلو القلب جدا لكن تلعبها بذكاء، لان هم على قد ما هم خطرين في امور هنتكلم فيها هجوميا عندهم مشاكل دفاعية كتيرة بسبب طريقة لعبهم. فانت مش محتاج تجازف عشان تسجل، انت محتاج تنقل الكوره بذكاء ومذاكر كويس الدفوهات بتاعتهم، وممكن جدا وانت واقف في بيتك تأذيهم بشكل كبير جدا.